اقتحام الـ 78 فيبو. طيب لو اقتحم هل نقول راح؟ لا، في مطب أقوى منه وهو قمة عام 2016. شايفين القمة الفرعية دي؟ في قمة هنا فرعية يا أخوان، قمتين جنب بعض، شوفوا قمتين جنب بعض. تقرأ عند 73، 73 وربع، وهي من باب تأكيد اقتحام 78 فيبو. وطبعا يا جماعة لو حصل هذا الاختراق تعرفوا ايش حيصير؟ وي رعاية كشف قمة عام 2014 على بعد 10 ريال عند 82.5. وهذه المنطقة بحكم اننا اقتربنا من الاغلاق الشهري تعتبر مفترق، وتعتبر من المستويات اللي ممكن في حالة الاغلاق الشهري فوقها. أكد لنا استمرار عملية الصعود بحول الله في الفترة القادمة. الله كريم، سيب كيان يا محمد.